بداية أسبوع سعيدة نتمنىها لكم مشاهدينا الكرام فيما كنتم متابعين حلقة اليوم الاثنين برنامج أسرتي على القناة الأولى. يشرفني أنه يرافقني بروفيسور إبراهيم أم حزون الأخصائي في جراحة قلب وشرايين. مرحبا بروفيسور ورمضان كريم. بارك الله فيك. رمضان كريم شكرا على الاستضافة. مرحبا بك منورنا وسعادة يكون بيناتنا أيضا ضيفنا فقرة مبادرات نعمان صافي كاتب عام لجمعية فال الخير بن ملاه. مرحبا بك رمضان كريم. رمضان كريم شكرا على الاستضافة. الحمد لله بارك الله. رجعنا دابا شوية نتكلموا على الجمعية ديالكم والقوافل والمبادرات الجميلة التي تقوم بها. مشاهدينا الكرام فقرة جمال لهذا الأسبوع نخصوها للحديث على كيفاش ممكن من خلال الوصفة الطبيعية نخفوا من حدة الشيب. أما راح تلبى الفرصة للحديث على كيفاش ممكن في هذا الشهر الكريم نقوي قيم التضامن والتكافل بيناتنا. لنا موعد مع فقرة عرفاش تاكل، ولكن البداية بفقرة صحتي رأسمالي نخصوها للحديث على الأشخاص المصابين بأمراض القلب والشرايين وعلاقتهم بشهر رمضان المبارك. بروفيسور، واش أي شخص عنده مرض من أمراض القلب ولا مشكل في القلب ديالو ما خصوش يصوم؟ لا، ماشي زعما كومبليت، ماشي كومبليتمون يعني ممنوع أن الإنسان أنه يصوم. هو الإنسان إلا عنده، واخا يكون عنده مرض القلب، إلا كانت الحالة ديالته مستقرة كيمكن ليه يصوم، ولكن باش يصوم خصو ياخذ الاحتياطات ديالو، وفي الغالب خصو يشوف الطبيب ديالو، هو ياخذ الاستشاره الطبيه ديالو. وفي الغالب تنقولوا يمشي يشوفو شهر ونص قبل من الاستشاره. علاش؟ باش كي يدير التحاليل ديالو ويدير الاستشاره الطبيه، كيشوف الحاله ديالو في المصلات، كيشوف الاقدميه ديال الحاله ديالو، الصعوبه ديال الحاله ديالو، وهادو هما لي كريتير اللي كيجعلونا واش نقول ليه واش يصوم ما يصومش. وثانيا تيخصو عاوتاني يشوفوه باش يعرف كيفاش غادي يصوم، شنو يمكن ليه ياكل، شنو يمكن ليه ما ياكلش، والادويه ديالو لقاش الساعات ديال الادويه كتغير، باش يعرف وقاش ياخذ الدواء ديالو، شنو الدواء اللي ياخذ وكيفاش ياخذو. كاينين حالات ممنوع اليوم الصيام بروفيسور؟ لا اكيد. فالحالات المستعصيه يعني الحالات الغير مستقره. أوكي. إذا كانت عندك جلطه قلبيه زعما قريبه، يلا دازت. إذا كنت عملتي عمليه جراحيه في القلب، إلا كان عندك مضاعفات وعندك قصور في التنفس، عندك الحريق في الصدر ملي كتمشى، عندك دقات القلب ديما كيوليو من غير منضبطين، ففي هذه الحالات هادو ما كيكون كيستعصي الصيام على الانسان. الاشخاص اللي ربما ولات هذه اكثر انتشارا تيقول لك تبوش عليه العرق ديال القلب بروفيسور، وتستعملوا ما يعرف بستانت سيسا. هاد الحالات هادو كيكون عندهم المشكل هو شويه كومبليكي يعني. كاين الجانب الطبي وكاين الجانب ديال القسطره ولا ستاد وكاين الجراحه. هو هاد المريض هذا تقدر يكون يعني ما يصومش الا وقع عليه ذاك المشكل في ذاك الوقت. يعني خصو يصوم، ولكن لا حتى من بعد يوخر الصيام ديالو حتى يشوف الحاله ديالو كي ولات، حتى يحل المشكل ديالو. يعني الحلول كاينه، فيمكن لينا نلقاو حلول باش هذا العرق هذا كنحلوه، يا بالقسطره يا بالجراحه، وكنعطيوه الادويه ديالو، وملي تستقر الحاله ديالو من بعد يقدر يرجع يصوم عادي، يرجع يصوم، يقدر يرجع رمضان ولا الى الحاله ديالو استقرت ولات. الاشخاص اللي عندهم امراض ولا مشاكل على مستوى القلب والشرايين والحاله ديالهم كتسمح بالصيام مثلا، اهم الاحتياطات من الناحيه الغذائيه ربما. هو هاد المرضى في الغالب يكون عندهم بزاف ديال كنسموهم لي فاكتور دو ريسك كارديوفاسكولير، يعني يقدر يتعاود يطرى. لا، هاد لي فاكتور دي كنسميهم هما كيكون عندهم في الغالب ارتفاع في الضغط. كاين امراض مرافقه، ماشي امراض كنسميو فاكتور دو ريسك، يعني هما اللي وصلوا لهاد الحاله هذه. يعني انهم يا كيكون كيدخن، يا كيكون عنده طالع، يا كيكون السكري ديالو طالع. فهاد الحالات هادو خصو يحل هاد المشاكل ديالو دوك باش يقدر يصوم بطريقه طبيعيه. النشاط الرياضي للاشخاص اللي عندهم مشاكل القلب والشرايين. باش نعاود نرجع للاكل، هو اللي مهم في هذا الشيء كله، ان نعرفوا بان هاد الناس خص يكون عندهم، الا قدر يصوم رمضان خص يكون عنده هي الفرصه ديالو باش انه يقاد هاد المشاكل ديالو. يعني حنا كنصوموا بواحد الوازع ديني وروحي، ولكن الا كان الوازع الثقافي كيساعد، يعني احنا نفهموا علاش كنصوموا صحيا وكيفاش غادي نصوموا بطريقه سليمه. بطريقه سليمه يعني كنعرفوا بان هاد الناس هادو المهم ديالو الا كان غادي يصوم النهار كامل وفي الاخر غياخذ السكري بالليل فهذا غلط. الا كان غادي يزيد في السمنه وفي الدهنه ما غلط. اللي كيصوم وكينقص الوزن ديالو، وحنا عارفين علميا من البحوث بينوا هاد القضيه بان الضغط كيهبط في رمضان ومورا رمضان، الضغط الدموي يعني مزيان العروق، يعني ان السمنه تاهي والدهنه كانت تهبط،
وإلا نقص من الوزن كيهبط، يعني الإنسان إلا صام ونقص الوزن ديالو وهبط السكر ديالو وهبط الضغط ديالو ودار الحركة بحال اللي سولتي على الرياضة، فما غاديش يجي هو في رمضان ما كيديرش الرياضة ومريض بالقلب وغير يبدا الرياضة، يعني خصو يكون وجد من قبل، يكون كيدير الرياضة من قبل، ولا حتى إلا بداها في رمضان حنا ما نحبسوش ولكن يبدا غير باسترسال وبشوية باش ما يوقعليش، ولكن يمكن ليه يدير الرياضة في رمضان، وخصوصا إلا أنه كان كيوجد راسو، يعني أنه قبل رمضان يقدر يكون كيدير الرياضه من قبل، انه ديما كيشوف الطبيب ديالو، ديما كياخذ الادويه ديالو، ديما دير ريجيم ينقص من الملحه، يجم من الدهنيات، ينقص من السكر، فهاد الحالات هادو كيهو كيحضر راسو، يقدر كاع يصوم واحد يومين ولا ثلاث ايام كيحضر قبل من رمضان، كينقص من كل شيء اللي كيكون زايد فيه، بحال كيوجد الجسم ديالو لصيام شهر رمضان كامل. تكلمت على نقطه مهمه، رمضان الى صمنا بطريقه سليمه وتغدينا بطريقه سليمه فيه كثير من الفوائد العلميه، واللي ربما اليوم عدد من الدول المتقدمه تتحدث على الصيام كوسيلة للحفاظ على الصحة بعيدا عن الجانب الديني، بالنسبة لهم صحة القلب بروفيسور تتأثر بطريقة مهمة من خلال طريقة صيام صحيحة. أكيد، فاحنا يا دابا كنا كنسمعوا على لو جون انترميتون، هذا لو جون انترميتون هذا هما في الغالب القاش الديانات كلها كان عندها الصيام، فهما كيشوفوا اننا كنصوموا والحمد لله الصيام قلت لك بطريقه سليمه تيكون مزيان، فدابا كاين بزاف ديال البحوث اللي كيحاولوا يبينوا التاثير على لو جون انترميتون ولا متواصل، كاين الانترميتون المتواصل، المتواصل هو اللي كنديروا حنا ملي كنصوموا شهر رمضان، فهاد لو جون فيه انواع، المهم ما ندخلوش في التفاصيل، ولكن هو كيقدر هما داروا بحوث عليه على الانسان سليم في صحه سليمه، وكاين الانسان المريض، وكيبين بانه الا دار بطريقه صحيه كاينين طرق، يعني ما تفطرش الصباح ماشي صحي، بحال دابا تيقول لك كاين لو جون انترميتون اللي ما كيفطرش الصباح، هذا كيبين يمكن كيكون تزايد في المشاكل القلب، ولكن الصحي اللي كديرو مزيان ويمكن ليه انه يجعل ان القلب يتحسن. وكاينين كاع واحد البحث داروه في الواحد اللي كتوقع عليه جلطه، فمن قبل من بعد واحد اربعه الاسابيع ولا سته ديال الاسابيع تيديروا لي جون انترميتون، كيبين بانه ممكن انه يحسن من القلب، يعني كي ايفيتي ما كيتسمى بالقصور، مثلا عاد غادي يكون بحث عند الصيام عند هاد الناس اللي يكون عندهم قصور، يعني كتكون الجلطه عطاتنا واحد القصور في الخدمه ديال القلب، نشوفوا واش القلب غادي يتحسن عند اللي كيصوم احسن من اللي ما كيصومش. واللي كيصوم هو بحال كيريح شويه الذات ديالو، من بعد كاين واحد الحاجه مهمه، انه ملي كنكونوا ما كناكلوا كيكون الجهاز ديال الهضم ديالنا كياخذ واحد الجانب من الدم اللي كيدخلوا القلب، ففي ذاك الوقت ملي كتصوم ان القلب ما كيضخش المعده ولا يعني تكون مرتاحه فكترتاح، فكيكون بحال كتحس بانها كيجعل ان القلب كيخدم الحوايج اخرين انها تحسن، وداكشي باش ملي كيفوت رمضان كتحس براسك انك مرتاح في الصحه ديالك وافضل. نتمنوا الشفاء لجميع الناس، ونذكروا باللي هو في التوازن في علاقتنا مع صحتنا غادي يعطينا نتائج جميله وطيبه. بروفيسور شكرا لك على المعلومات اللي قدمتيها لنا. مشاهدينا الكرام، تحدثنا مع النساء هذا المره وصفات طبيعيه للتخفيف من حده الشيب، رفقه خبيره التجميل ومروه بالحسين. تقبل أفلاط وأسرتي الأخصائية النفسية أمل سبتي، أهلا وسهلا أمل، كيف الحال؟ اللهم لك الحمد لله. مروة بالحسين، سعداء تكوني بيناتنا اليوم. أهلا زينب، كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. بين الأشياء اللي كتزعج عدد كبير من النساء وربما حتى الرجال هو ملي تيبدا يبان الشيب، وكاين اللي تيقول لك ما عرفتش الشيب متى خرج بقوة. كيفاش ممكن بوصفات طبيعية نخفوا من حدة الشيب؟ إيفيكتيفمون بزاف ديال السيدات ولا حتى الرجال كتجعزهم هذه القضية ديال دوك الشعيرات البيض اللي كيديرون، واخا هما تيكونوا زوينين عندهم الشعر ديالو. فوالا سي سا. دونك اليوم بغينا نقربوا المشاهدين ديالنا من وصفات اللي تقدر تعاونهم اننا كننقصوا من الحده ديال الشيب، وفي نفس الوقت كنعتنيو بفروه الراس وبالشعر ديالنا. عاد الوصفه الثانيه اللي غادي تكون كسبراي اللي كيعاوننا الناس اللي ما كيبغوش يصبغوا شعرهم كل ساعه. أوكي. دونك يقدروا يستعملوها اللي كتمشي مع المده ديالهم من الغسيل حتى الغسيل ديال الشعر. كتغطي الشيب. كتغطي الشيب. يا سلام عليك، نبداو بالوصفه الاولى. الوصفه الاولى واللي هي على قبل العلاج والنقص من حده الشيب، في الوصفه الاولى غنحتاجوا الملعقه من قشور الرمان. اييه، كناخذوها وكنديروا معها ملعقه من السانوج. السانوج قبل من كل شيء كناخذوه كنحمروه هو الاولاني عاد كنستعملوه، ثم ملعقه من القرنفل مطحون حتى هو كنكونوا حمرناه وطحناه باش كنستعملوه. ملعقه من القهوه. اييه، كناخذوا معها مقدار ملعقه ديال سكنجبير، كناخذوا معاهم قشور ديال بنانه. دونك كنقطعوهم
كنلوحوا الخليط ديالنا ثم القشور ديال البصله. دونك كنزيدوا عليهم ماء اييه بارد ولا دافي؟ الماء بارد، كنخلطوا وكنديروهم فوق النار وكنخليوهم حتى كيغلاو، تنحصلوا في الاخر على محلول بحال هكذا. اييه دونك هاد المقادير هادي كنخلطوها وكنخليوها كتغلى حتى كتشرب مزيان، من بعد كنخليوها حتى كتبرد كنصفيوها وكنستعملوها في الرشاش ملي كنغسلوا شعرنا، كنبقاو نرشوا به شعرنا اولا كنقدروا نخلطوها في الشامبوان ديالنا. واخا نستعملوها يوميا ما عندناش مشكل، نستعملوها يوميا ما كيتا مشكل، نستعملوها في الشامبوان ديالنا في الغسيل ديالنا حتى هو راه كيقوي لينا الشعر ديالنا وكيخلي لان القرنفل مع الحبه بحال كيعطي اللون السوداء كيعطي اللون لا وتساعد على اعاده انتاج الكولاجين في الشعر ديالنا والميلانين. داكوغ، الوصفه الثانيه اللي غادي تخليها بحال صباغه طبيعيه هي هذا واحد سبراي اللي هو فيه ملون طبيعي اللي كانت يتوجد عند جميع المحلات التجاريه اللي كتبيع داكشي ديال الماكولات والحلويات. دونك غادي نستعملوا فيه حتى هو ماء، بالحق في هذا الملون كنستعملوا ماء مقطر واخا باش ما يكونش عندنا تعفن، لان هذا السبراي اللي غادي نصايبو غيبقى معنا واحد المده طويله حتى يسالي بلا ما يدير لنا بكتيريا ولا شي حاجه اللي تخسر لنا في الشعر ديالنا. دونك كناخذوا ملون، ناخذوا الملونات راه فيها الالوان، كاين الاسود كاين البني كاين البني كل سيده ولا كل رجل على حسب البشره ديالو على حسب الشعر ديالو، على حسب الشعر ديالو كناخذوا اللون اللي يناسب اللي يكون قريب. دونك انا اليوم مثلا اختاريت بني عسالي، دونك غناخذوا منه ملعقه كنخلطوها مع الماء وكنزيدوا معاها ملعقه صغيره ديال سنيده سكر سنيده دونك كنخلطوهم مزيان مع بعض كيف ما كتشوفي هالخليط. نوريو الكاميرا اللي مقابله معاك مروه هالخليط ديالنا. انا وجدته هنا في سبري كنستعملوه بحال هكا وكنبداو كنرشوا به الجذور اللي كيكون فيها الشعر ابيض بهذه الطريقه. هانتوما كيسبغ ما تيطلق ما والو في الفراش لا في الحوايج، لان هذا هو الدور ديال السكر اللي كنزيدو باش انه كيفيكسيه لينا فوق ما عندوش تاثير على صحه الشعر ديالنا. لا بالعكس بالعكس، لان اي حاجه كنستعملوها اللي كتكون بحال الملونات الطبيعيه اي حاجه نقدروا ناكلوها الا وما كتكون ما فيها حتى تاثير سلبي على فروه الراس ولا على البشره ديالنا. كيشد لينا من غسلات الشعر حتى غسلات الشعر حتى غسلات الشعر، وبهكا كنكونوا اننا نقصنا من عدد الصبغات اللي كتكون عندنا في الشعر. وحتى الناس اللي ما كيبغوش يستعملوا هذوك لي سبراي الكيماويه اللي كيتباعوا في المحلات التجاريه يقدروا يوجدوا هذا السبراي طبيعيه. شحال مده الصلاحيه ديالو يقدر يبقى عندنا في الدار من بعد ما نوجدوا؟ ملي كنستعملوا ماء معقم راه كيبقى معنا مده طويله، يعني ما عندناش مشكل حتى كيسالي وكنصايبوا الكميه اللي محتاجين بها مثلا 100 ml او 60 ml اللي بغينا وكنعاودوا وقت ما بغينا نعاودوها. الوصفه الاولى شحال الوقت تقدر تبقى عندنا وتبقى جيده وصالحه؟ الوصفه الاولى هي من الاحسن اننا نستعملوا على قد داكشي اللي بغينا، يعني ما نفوتوش فيها كل استعمال نجدوها، وباش ما استعملنا ماء مقطر ديما كيكون احسن باش ما يكونش فيه مشاكل. شكرا لك مروه بالحسين. مشاهدينا الكرام نذكر ان الصفحات الاولى على مواقع التواصل الاجتماعي راه الاشاره ديالكم وتظهر لكم اسفل الشاشه، شاركونا ارائكم واقتراحاتكم لبرنامج نشا وقت من فقره من يتشيف. مشاهدينا مرحبا بكم معنا في حلقه جديده. اليوم غادي نقدموا لكم بريواج بالكروفيت. دوزو شوفوا المقادير. راه غادي نحتاجوا بصله مشلده، فيرميسيل اللي ديجا رقدناها وقطعناها، كروفيت، شويه ديال الفرماج حمر محكوك الربيع، قشور ديال الكروفيت، تحميره، عصير ديال الحامض، لاصوص سوجا، الملحه، الكمون، البزار، ثومه محكوكه، وورقه ديال سيدنا موسى، وبطبيعه الحال شويه ديال الزيت. اول حاجه غادي نديرو في المقله نديرو فيها الزيت، وغادي نديرو فيها بصيله ديالنا تشحال، الوغ مشاهدينا بعد ما تشحرت لنا البصيله دابا غادي نضيفو لي كروفيت، وغادي نديرو توابل، نديرو ربيع، نديرو كمون، ملحة، بزار، التحميرة، ونضيفو ثومة. دائما ملي كنجيو نشحرو لي كروفيت خص البوطه تكون مجهده
علاش ما كيطلقناش داك الماء ديال. دابا غادي نزيد عصير الحامض، غادي نضيفو لا فيرميسيل، لا صوص صوجا، وغادي نضيف اخر حاجه هما قشور ديال كروفيت مجفين. لي كروفيت ديالي نديرهم في شبكه اولا في كسكاس يقطرو، تحيد منهم هذا الماء هذا اللي تلقوا لي كروفيت ويبردوا، ونتلاقاو باش نضيفوا عليهم فخوماج غابي ونطويو البريوات ديالنا. مشاهدينا بعد ما وجدت لافخس ديالنا وخليناها قطرات مزيان، دابا غادي نضيفوا ليها فخوماج غابي وغادي ندوزو ناخدو الورقه ديالنا. الوغ الورقه خديناها قسمناها في النص وحيدنا لها الجنيبات هادو اللي كيكونوا هنا باش ما يخسروناش البريوات، وغادي نقطعو دي بونت فيهم تقريبا واحد 5 حتى 6 سنتيم، وغادي ندوزو نديرو فاصوناج ديال البريوات. غناخدو شويه ديال الزيت باش ندهنو بها الورقه، ديما الورقه كنحطوها جهه الحرشه هي اللي الفوق، هي اللي كتكون اون كونتاكت مع لافخس. دي ناخد شويه ديال لافخس فيتون سورت انكم تهزو حتى لي كروفيت، ما تاخذوش غير لا فيرميسيل بوحدها. ضروري ما نخليش شويه ديال الخوه من هنا، وغادي نهز اونطوي ديما الحرف على الحرف هكا. القنت على القنت، وغادي نخلي باش نسد على هذا الشكل هذا. دونك يمكن لكم تحتفظوا بهم في المجمد حتى تحتاجوهم وتجبدوهم تدخلوهم سواء الفران او لا تقليوهم. دونك ندوز انا نقليهم ونتلاقاو باش نشوفوا الطبق النهائي. مشاهدينا بعد ما قلينا بريوات ديال الكروفيت ديالنا كنقدمهم لكم بصحه وراحه، ونتلاقاو في حلقه مقبله ان شاء الله. مساري مكملين حلقة يوم البرنامج أسرتي، شكرا لأنكم تابعين مشاهدينا على القناة الأولى. مبادرتنا لهذا الأسبوع من خلالها نتعرفوا أكثر على جمعية فاعل الخير بابن ملال، وشرفنا حضور الكاتبة العامة للجمعية نعمان الصافي. مرحبا بك من جديد نعمان، أهلا وسهلا. مرحبا، شكرا على الاستضافة. مرحبا، إمتى بدأت فاعل الخير؟ بالنسبه لجمعيه فاعل الخير تاسست يعني في اواخر 2013 على يد يعني مجموعه من الشباب منطقه من اجل ترسيخ العمل الجمعوي ولا بصفه عامه العمل التطوعي، اضافه الى المساهمه بالنهوض بالمجال التنموي خاصه يعني المجال الاجتماعي التضامني الخيري. شنو نوع القوافل او الحملات اللي تتنظمها الجمعيه ديالكم؟ بالنسبه للجمعيه كاين يعني عندها برنامج سنوي تضم يعني قوافل طبيه بالاضافه الى مشروع رمضانيات فاعل خير، بالاضافه الى يعني عيد الاضحى تتم يعني تقديم الاضاحي للاسر. فيما يتعلق يعني بحكم اننا هنا نحن في يعني في شهر رمضان، غنتكلم على يعني مشروع رمضانية فاعل الخير اللي فيه يعني ثلاثه المحاور. المحور الاول يعني تيكون قبل شهر رمضان اللي تيتم تقديم فيه يعني قفاف للاسر المعوزه، خاصة الأسر يعني اللي تتوفر على أيتام. عندنا المحور الثاني اللي تتم فيه يعني إفطار الصائم. خلال شهر رمضان. خلال شهر رمضان يعني طيلة شهر رمضان. تقريبا يتم إفطار 120 صائم يعني كل يوم. ثم يعني تنتقل للمحور الثالث اللي تيجي يعني مباشرة بعد رمضان اللي هو كسوة العيد. تيتم يعني تقديم كسوة العيد للأسر المحتاجة
وتنستهدفوا بشكل كبير الأسر اللي عندها أطفال يتامى. خلينا نشاهدوا كيفاش رافق طاقم البرنامج أحد المبادرات اللي تقوم بها الجمعية ديالكم. شاهدوا جميع رشعين. نسمع دابا غنكملوا غنقادوا ربعة المان اسميتهم قفاف هنا باش ما كنبداو بالمانط ضروري تكمل الكرتون عارفين. ماشي شافين. خير الناس أنفعهم للناس هي عبارة حفزات مجموعة من شباب لقدموا مساعدات متنوعة لفائدة ساكنة جامعة القباب بإقليم خنيفرة واللي كيتقدر عدد المتطوعين بأزيد من 20 واحد. حافلة عطر رمضان جيت لهن الطبيب عطوني الدواء دكتر خيرهم عطوه الدراري استفدوا ليهم عطوهم الحواج عطوهم شكواش عطوهم التعاونية الله يخليهم لنا والله يكتر خيرهم. أنا واحد من المستفيدين ديال هذه القفيلة الرمضانية قفيلة الأمل جمعية فاعل الخير اللي قاموا بواحد مجهود جبار وفرونا بزاف ديال الأمور من إصلاح المساجد ومن توفير الأفريشة وإصلاحات المدارس وقفوا مع الدراري وعطوا التوبة. التطوع بالنسبة لهؤلاء الشباب متعة قطعوا كيلومترات من أجل خلق البسمة والسعادة في وجوه أهل المنطقة. اليوم احنا في قافلة الأمل قافلة الرمضانية اللي كتنظمها الجمعية ديالنا جمعية فاعل الخير وحنا اليوم الحمد لله وصلنا النسخة العاشرة وقررنا أنه يكون الدوار المستفيد هو دوار أيتم النال جماعة القباب إقليم خنيفرة والساكنة غتستفد معنا بالأساس من ثلاثة ديال المحاور. المحور الأول هو المحور التضامني الاجتماعي كاين المحور الطبي اللي هو عبارة عن قافلة طبية جملة فيها أطباء سواء من الطب العام ومجموعة من التخصصات الأخرى اللي قدرنا أننا نوفروها. المناطق اللي تتشغلوا فيها نعمان الجمعية ديالكم بني ملال والنواحي وكيفاش كتوضعوا خارطة الطريق السنوية؟ تتم يعني الاشتغال في الجهة ديال بني ملال يعني اشتغلنا في الإقليم ديال أزيلال وكذلك اشتغلنا في إقليم ديال خنيفرة بالضبط يعني في جماعة ديال القباب. فيما يتعلق يعني بتوزيع الخارطة تتم يعني استهداف المناطق النائية المحتاجة يعني المتضررة أكثر جدا هي اللي تتم يعني استهدافها بقافلة طبية اللي تتنقسم يعني ثلاثة ديال المحاور كاين محور تربوي كاين محور يعني طبي تضامني ومحور متعلق بالتكوينات اللي تتم تقديمها للساكنة ديال الدوار. تكوينات في أي مجالات؟ تكوينات يعني في المشاريع في التعاونيات كذلك باش يقدروا يديروا مشاريع مدلة للدخل ويكونوا مستقلين بفوسهم ويكون عندهم واحد الدخل مادي على حسب المنطقة وشنو متوفر فيها. تماما يعني على حسب يعني الخصائص اللي كاين في المنطقة. انتم شحال دابا اللي في الجمعية؟ 96 عضو حاليا. 96 عضو سنويا في البرنامج شحال من قافلة أو مبادرة تقوموا بها سنويا؟ سنويا كاين يعني 8 ديال المبادرات و 8 ديال المشاريع اللي كيف ما ذكرنا من بينهم يعني القافلة الطبية ورمضانيات رمضانيات فاعل خير عيد الأضحى المخيم الصيفي الخاص بالأيتام كذلك عندنا كسوة العيد يعني كاين 8 ديال المشاريع كبرى تشتغل منذ البداية دابا سنويا تقريبا شحال تيستافدوا ديال الأشخاص برفقتكم؟ يعني في المجموع تقريبا يعني في سنويا كل عام كل تقريبا شحال وصلتوا في المعدل تديروا سنويا ولا شنو تطمحوا كعدد مستفيدين؟ في عدد المستفيدين يعني تنحاولوا حنا نغطيو يعني بشكل كبير الجهه ديال بني ملال خنيفرة ويعني في كل قافله تيتم يعني 200 ازيد يعني 200 اسره تستفد يعني تستفد برفقتكم. منذ الانطلاق اهم التحديات اللي واجهتكم؟ اهم التحديات هو يعني العامل البشري ممكن نقول بانك ما تتلقاش يعني الناس اللي غادي يخدموا معاك كاينين الناس كثار بحكم يعني الظروف كل واحد والعمل ديالو والتزامات شخصيه كاين اللي يعني طالب كاين اللي موظف كذلك. اليوم بدات كتحسن الامور 96 منخرط ما شاء الله كنظن انها تماما افضل و96 منخرط ممكن نقول بان يعني كل منخرط في الجمعيه هو عبارة عن سفير داخل الأسرة ديالها. يعني فاش كتحتاج الأسر ديال بعضياتكم تيجيو وتساعدوا. تماماً. اليوم كيفاش تطمحوا تكونوا في المرحلة المقبلة كجمعية؟
كجمعية يعني تنحاولوا نشتغلوا وطنيا. عندنا يعني شراكات مع مؤسسات داخل المغرب وخارج الوطن، وتنحاولوا يعني نغطيوا المملكة ككل. هذا الشيء مساعدة تقدمه مهم جدا، أنه يكون عندكم تبرعات بصفة مستمرة باش تقدروا تماما. بالنسبة للتبرعات أو المساهمات، يعني كاينة مساهمات خاصة شخصية بالأفراد يعني الأعضاء المنخرطين، بالإضافة للشراكات اللي تدي الجمعية مع مؤسسات كيف ما ذكرت قبل، يعني داخل الوطن وخارج الوطن وخارج أرض الوطن. حنا نتمنى لكم كل التوفيق، وشكرا لأنك شرفتنا بالحضور ديالك. مشاهدينا الكرام، في موضوع آخر نتكلم على كيف شهر رمضان فرصة مهمة لأننا لينا ولولادنا نطور وننميو قيم التضامن والتآزر والتكافل بيناتنا. أسئلتنا جاوبنا على الأخصائية النفسية أمل السبتي، وراحة البال. في الجيمين مع لافيب إنوي ماكس دي بي 50 ميجا غير 249 درهم في الشهر، تركيب والروتر راه إشارتكم فابور. إنوي معكم كل يوم. كيندر جوي، جوج طبقات من الكريم الغنية بالحليب وكريم الكاكاو، مع جوج قطع من الكوفريت الشهي والمقرمش، ولعبة جديدة تحفز خيالهم وإبداعاتهم. حملوا تطبيق أبليدو ولعبوا مع وليداتكم حتى انتي فاجئهم. سعادة أنا ينضم لنا دكتور عبد الخالق رمضاني الأخصائي في التغذية. أهلا وسهلا دكتور. مرحبا، كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله. أمل سبتي، التضامن أشنو هو؟ وشو نعاونوا بعضياتنا؟ نوقفوا مع بعضياتنا؟ وشو تكون دائما بأنني نقدم أشياء أو للتضامن أنواع؟ فعلا التضامن أنواع وأشكال ومستويات. التضامن هو عنده جوج الأبعاد، عنده بعد داخل في القيم، وعنده بعد داخل في الاحتياجات اللي هي أشياء مختلفة. الاحتياجات هي الأشياء اللي خصنا نديرها باش نكونوا نحسوا راسنا كاملين، أما القيم هي المحرك ديالنا في الحياة. القيم هو المازوت ديال البنزين ديال الطوموبيل اللي تيحركنا، اللي تيخلينا تنزيدو. والاحتياجات هو داكشي اللي محتاجينه باش نحسوا بالامان وباش نحسوا بهذا. التضامن هو دونك جوستمون قيمه من القيم العليا ديال الانسانيه، وهي اللي خلات الانسان وصل لهاد الدرجه اللي وصلنا ليها دابا. يعني لولا كان التضامن ربما لولا ما وصلناش، ما وصلش الانسان يخترق القرون وسنوات تمر ويتطور. لا، القرون وديكشي، حيت فجينا أول مرة فجينا فوق الأرض، جينا على أساس كنا كائن ضعيف، كنا أول مرة واحد الكائن اللي واقف على رجليه. دونك الأعضاء ديالو والبطن اللي تيحمل الطفل اللي غادي يكمل الحياة البشرية كان اكسبوزي. دونك حيت كان عندنا تضامن وكنا كنساعدوا بيناتنا، داكشي علاش قدرنا ولو انه كانوا كائنات اقوى واكبر منا اللي ما عاشوش، اللي دابا ما بقاوش كاينين قارتو، ولو كنا في هذا راه قدرنا. التضامن هو اللي خلانا مثلا الانجازات التقنيه، هو اللي خلانا بنينا المجتمعات ايتترا. التضامن هو قيمه من القيم العليا ديال الانسانيه. قوه، اكيد قوه، قوة وركيزة كنتركزوا عليها. الإنسان بوحده، الإنسان ما خلقش باش يكون بوحده، ودايغ بيولوجيا الإنسان يعني بيولوجيا التركيبة البيولوجية ديالنا المادية ديالنا مديورة على أساس أنني خاصني نعيش مع الآخر. مثلا طفل كيخلق مازال ما كملش النمو ديالو، باختلاف كائنات أخرى اللي غير كتخلق صافي كتكون خدمت براسها في الحياة. ولا الإنسان، لا، الإنسان حنا كنخلقو دي بريماتوري، خاصنا مازال عام عامين مع الأم وداكشي. ايضا عندنا علم الدماغ لقى انه عندنا واحد النورونات اللي هي لي نورون ميغوار اللي كيخليونا كنشوفوا راسنا في الاخر، وايضا كناخذوا ملي الاخر كيشوف فينا كنقدروا نتصلوا مباشره بالاحاسيس وبالشعور ديالو. ولقاو انه عندنا واحد الغريزه، الا شفت واحد الانسان وجه بحال ديالي ما نقدرش مثلا نتعدى عليه، او لا يعني غادي نحس بالشعور ديالو، غادي نحن فيه اتسيتيرا. يعني بيولوجيا غير بالنظرات، بيولوجيا بلا تربيه، بلا المجتمع، بلا الثقافه ولا الاشياء اللي جيتي منها.
قلتي باللي احنا التضامن جزء من احتياجاتنا وهو جزء من قيمنا. من الناحية النفسية التضامن كاحتياج اشنو تعطيني كإنسان؟ علم النفس برهن أنه التضامن كيساهم والمساهمة لفت للإنسان كيدير أشياء للناس الآخرين هو استفاكتور دي بروتكسيون ديال الصحة العقلية ديال السانتي مونتال، يعني كيطلع واحد المناعة النفسية، عنده اضطراب تسحب له راسو غير هو اللي تيعاني تيحس أنه بوحده وتيحس بالعزلة كيحس أنه هو بوحده وما كاينش اللي غادي يفهمه. ملي غيبدا يدير الآخرين غادي يولي كيحس بلوتيليتي، جو سوي اوتيل، كيحس أنني عندي فائدة، عندي بلاصة في الحياة، عندي دور. وبلي ماشي غير بوحدي اللي عنده معاناه في الحياة، ماشي غير أما لسبتي تكلمتي عليه أنها حاجة طبيعية في البشرية وفي الإنسانية أنه يتضامن مع بعضياتنا باش نقدروا نزيدوا القدام، ولكن المهم أيضا أنه باختلاف المجتمعات وباختلاف الأجيال نظرتنا للتضامن تبدلت. كثير من الناس ندوا على مجتمعنا المغربي، كثير من الناس كتزاد عندهم روحة التضامن فقط في شهر رمضان. علاش؟ وأشنو تبدل في المجتمعات لربما 11 شهر كنساو التضامن بواحد طريقة كبيرة؟ على قلت لك قبيلة كاين مستويات وكاين أنواع. كاين تضامن يعني ديجا من ناحية علم النفس، كاين تضامن الأناني وكاين تضامن اللي غادي نديرو الإنسان الآخر. كاين الأشياء اللي تنديروها للناس الآخرة وغالبا دايوغ نفسيتنا كتكون شي شوية أنانية، يعني إلا قلبنا أي حاجة اللي كنديروها في الحياة سواء مزيانة ماشي مزيانة راه كنديروها أولا لريوسنا. دونك كاين واحد التضامن الاناني اللي هو كيخليني مثلا كنلبي واحد الحاجات في الداخل ديالي. شوف احنا عندنا ثلاثه ديال الدائرات ديال المستويات ديال النفسيه ديالي. عندي انا بوحدي، انا في الوسط مسؤول عن نفسي، الدائره الداخليه اللي هو نفسيتي انا بوحدي احتياجاتي اتسيتيرا. من بعد عندي الدائره الثانيه هو انا مع الاخر، هما العلاقات مع العائله، الانتماء، الناس اللي قرب مني، العلاقه مع انسان واحد، الحب. ومن بعد عاد عندي الدائره الخارجيه اللي هي انا مع العالم. واخا كاين جوج المستويات، يا اما غادي نديرها لراسي وغادي نكون واعي أنني كندير هذا الشيء لراسي يعني في الدائرة الداخلية ديالي، وهو كيكون بعض المرات من المسؤولية الإنسان أنه يقلب كيفاش يتضامن غير باش يقدر يلبي جميع الاحتياجات ديالو، يعني باش هو ياخذ المسؤوليه انه يدير داك الشيء يعني كومون انتونسيونيلمون، يعني باعتماد هو باغي يختار بانتباه وبلي هو عنده النيه باغي يديرها. كاين واحد الانسان اخر اللي كيدير هذا الشيء للعالم وفي سبيل الاخر، يعتبر عطاء. يعتبر عطاء، وي يعتبر عطاء، اللي تيكون لبى الاحتياجات ديالو وعاب الاحتياجات ديالو، وثانيا لبى الاحتياجات العلاقيه مع الناس الاخرين، يقدر يوصل في هذيك الدائره اللي على برا، وديك الساعه يعطيه وعارف هو عارف لي ليميت ديالو، عارف العطاء ديالو فين خصو يوصل وفين ما خصوش يوصل والحدود وهذا. اما الانسان اللي ما تيكونش لبى هو الاحتياجات ديالو يقدر يدير هو راه تيحسبوا راه عطاء، ولكن هو راه عنده انتظارات من الناس الاخرين، كينتظر بالمقابل، لا يعتبر تضامن او لا هو تضامن مزيف. وي الوغ هذا الانسان شنو سيدير؟ سيدير شي حاجه، حيت هادشي باش نجاوب كل شيء، هادشي باش نجاوب السؤال ديالك علاش في سيدنا رمضان. الانسان سيدير شي حاجه واحد المره، سيدير شي حاجه العطاء والتضامن هو شبه ادمان. شبه إدمان. شنو هو الإدمان؟ الإنسان مثلا اللي تيكمي شنو تيدير؟ ولا الإنسان اللي تيتعاطى المواد تياخذ شي حاجة واحد المريرة كتعجبو، كيبغي يعاود داك الإحساس، كيوصل واحد الوقيتة هذاك الإحساس خصو ياخذ هذيك المادة أكثر باش ياخذ نفس هذا ديال المتعة. هاد التضامن سلام مشو سيدنا رمضان كاين أولا لي زانجونكسيون إكسترن، كاين يعني بزاف ديال الناس الحمد لله في المغرب عندنا واحد
واحد الاحساس بالاخر، ثقافه التضامن. لا لا عندنا اون سوسيتي سيفيل، عندنا مجتمع مدني قوي وكيهضروا الكومونيك. دونك اولا باش ندير بحال الاخرين، حيت انا قلنا عندنا لي نورون ميروار، كنبغي ندير بحال الناس كلها. وثانيا كيعطيني فرصه جوستمون باش نقدر نحس بهذيك المتعه انني درت شي حاجه. يعني كيكون غير كنقلب على ديك المتعه الفرديه. الانسان اللي تيديروا للاخر راه تيديروا العام كله. اللي سيكون وصل ديك الدائره الاخيره هذيك راه تيديروا العام كله، راه ما تيتسناش رمضان. اولا ثانيا كاين واحد الفرق شاسع ما بين التضامن و والاحسان اون فادير لا شاريتي. كاين فرق من الناحيه النفسيه ومن الناحيه من ناحيه علم الاجتماع. الوغ شنو هو التضامن وشنو هو الاحسان؟ التضامن هو مثلا انا وياك غاديين في واحد الطريق باغي نوصلوا لواحد لا ديستيناسيون، باغي نوصلوا بجوج. الا كان واحد قوى من الاخر راه غيساعد الاخر باش نوصلوا دغيا، باش نوصلوا بجوج. التضامن فيه واحد الغايه اللي هي نكونوا منفعين ومستافدين بجوج. الاحسان لا، الاحسان كنعطيك كنحسن لواحد الشخص. والجميل لو اجتمع التضامن والإحسان مع بعض. ألوغ وسيلة من وسائل التضامن ربما الإحسان، ولكن الإحسان مع المدة ما كيعطيش النتائج اللي كيعطي التضامن الحقيقي. التضامن الحقيقي هو دائما كنكون موجود باش نساعد الآخر، باش يكون أوتونوم، يعني باش يكون مكتفي مستقل بنفسه مستقل. أما الإحسان غالبا الغاية ديالو كتبقى تعول عليا باش أنا نقدم لك واحد الاستقلال. اكزاكتو. واخا سبتي من الناحية النفسية ما غندويش على المجتمع كامل، مجتمع في بزاف ديال الأسر. إلا بدينا حنا أسرة بزوج وزوجة مع وليداتهم، إلا نمينا ثقافة التضامن عندنا جميل. على بدون ما ندوي غير فقط على شهر رمضان، تكون 12 شهر في العام عندنا ولو مره شهريا ولا مره اسبوعيا، احنا متضامنين مع الاخر، متضامنين مع بعضياتنا نفسيا غنكونوا افضل اكيد أقوى. 100% حتى لو ام اس كتقول لك انه الصحه كتطلع وكتكون احسن الا كانت هاد لونتريد وهاد التضامن وهاد المساعده وهاد التبادلات ما بين الناس، يعني هاد العلاقات ما بين الناس، يعني في التعرفه ديال الجديده ديال الصحه. منظمه الصحه العالميه فوالا، يعني الصحه كنكون في صحه جيده الا كنت بيان سور كنكون مزيان كنعس مزيان كندير رياضه، وايضا كتكون عندي علاقات زوينه مع الاخرين. يقولوا بلي من أسرار السعادة الامتنان والعطاء. أي. لأن في عطائك للآخرين ودوتي على نقطة زوينة، وأن أنني نعطى بلا ما نتسنى مقابل. أوي أكيد. ما كنقدروش نعتبروا عطاء إلا كان الانتظار ديال المقابل أو لا كنتسنى واحد صورة اجتماعية نبنيها من وراه. هل يعتبر نفاق نوعا ما؟ ما غاديش نقولوا نفاق، ولكن بعض المرات الانسان ما كيكونش واعي، هو براسه ما واعيش براسه شنو تايدير. كتكون عنده احتياجات داخليه مثلا بوغ لا ريكونيسونس باش يعترفوا به باش يصفقوا عليه، هو ما واعيش بهاد الاحتياجات، كيدير اشياء وكيحسب لراسه راه فعلا المحرك هو العطاء ولا جينيروزيتي وداكشي، ولكن المحرك هو طلب الاعتراف. كيفاش في اسرتنا نترباو ونبنيو ونميو روح التضامن بطريقة صحية وسليمة؟ وي ميرسي، شكرا بزاف. الوغ كاين عائلات اللي كيطلع فيهم داكشي، وكاين ناس اللي خصو حتى يكبر ويقلب عليه. الا بغينا وليداتنا يطلع فيهم داكشي خصنا من الاول. التضامن بعدا كيكون من الطفوله، تجربه الحياه الاجتماعيه عند وليداتنا هو البيت، كيبداو في البيت كيجربوا الحياه الاجتماعيه باش يكون تضامن. ما نقدروش نبقاو نقول لبنتي جيب هذاك لخوك ولا الولد جيب هذاك الخوك الصغير ولا خص تكون دائما مساعده باش نكونوا النتيجه لو ريزولتا فينال رابحين فيه كلنا. خصنا مثلا دائما نخليو وليداتنا يساهموا، يعني يكونوا جزء من يساهموا في حياه العائليه، هذه مهمه جدا. ثانيا ما ندخلوش داك الشكر بزاف ونبقاو نشكروا في وليداتنا ونمدحوهم، خصهم يطلعوا بالفكره انه الا درت شي حاجه للمجتمع، يعني لو جروب الجماعه، الا درت شي حاجه للجماعه ما نحتاج انه الجماعه يعني هو طبيعي انني كندير هذا الشيء. ثالثا بيان سور لا موري كيطلعوا ملي تيشوفوا اباواتهم كيفاش تعيشوا، يعني ما نقدرش نقول لولدي انا ما تهزش التليفون وانا دائما هز التليفون، ما كنش نطلب من ولدي انا يحس بالاخر وانا تنكذب شو انا تنكذب ايتترا. دونك الا بغيت ولدي يخرج عنده داكشي ديال الروح التضامن والتعاون والمساهمه، خاصني نبين له انا بعد الاول
كيفاش تنساهم وكيفاش كندير. خاص ايضا تكون واحد لوميليتي، قلتي الامتنان والعطاء. لوميليتي هي عكس الغرور، يعني مناعة ولا تحصيل للنفس باش ما نطيحوش في الغرور. سجلي ما خصناش نطيحو في الغرور. بحال دابا الوالدين يطلبوا المساعده من وليداتهم، الوليدات يطلبوا المساعده من والديهم باش تكون واحد الحاله طبيعيه اننا كنساعدو بعضياتنا، وغدا غنكونوا مستعدين اننا نعاونوا مجتمعنا والناس في المجتمع. كيف تنتعلموا نعيشوا حنا صغار في البيت؟ هذيك الوليدات الا شفتيهم غادي يعطيوك فكره على لو سيتويان ديال غدا، يعني ملي غادي يكبر ويكون راشد لو سيتويان اللي غادي نعطيو للمجتمع هو داك الوليد كيفاش تربى وكيفاش كبرناه وكيفاش والقيم جوستمون اللي عطيناه. هل اننا نمشيو وربما نشاركوا في قوافل تضامنيه، نمشيو نزوروا جمعيات، نمشيو نزوروا دور الرعايه الاجتماعيه وندي ولادنا، غيعاوننا اننا ما نطيحوش في فخ الغرور في الاشياء اللي عطاتنا اللي عندنا في الحياه، وغيعاوننا ان روح التضامن تبقى حاضره عندنا. وي اكيد اننا اي حاجه نقدروا نديروها بلا ما نهضروا فيها طاقتنا كنستمتعوا. فوالا كنأكد انه الا هضرت فيها طاقتي غادي نولي كنلعب دور المنقذ، وحنا درنا درنا ديجا حلقات على هذا الشيء، غنولي باغي ننقذ الاخر، وهذا الشيء غيخلي فيه واحد لا فرستراسيون، ربما غضب، انتظار، تطلب بلا ما نبغي ننقذ الاخر. ولكن اي حاجه من نهار اللي تنقدر، من نهار اللي تنكون تنعرف اي حاجه نقدر نديرها للاخر كتخلي لي كنحس بواحد السلام الداخلي مع الاخر. يعني وليداتنا تيكونوا صغيرين، الا قدرتي تعاون شي واحد يقطع الطريق، الا تقدر شي قطيطه في الزنقه تعطيها تشرب الماء، تنظف في الشارع ديالك، تشوف شي حاجه ماشي هي هذيك. يعني التضامن ما كيكونش غير نعطي فلوس، كيكون تضامن اشياء يعني رمزيه اللي ربما اقوى واكثر فعاليه. ابتسامة تضامن، تخيل شي واحد حزين غادي في الزنقه وضحك لي، وديناتي نحيدهم ونعطيهم لواحد الانسان اللي باغي انسان جيد يهضر ايتترا. دونك هادشي اللي كيخليني من الاول. وحنا ايضا ما خصناش ندخلوا، علاش قلتي على الامتنان وهذا؟ الا وعينا الانسان الامتنان شنو هو؟ الامتنان هو كل ما عندي كافيني، هذا هو الامتنان. هو شكرا على داكشي اللي عندي. اكزاكتومون، هو احساس كيقول انني داكشي اللي عندي كله كافيني، اي دونك تنشكر عليه. الا كان هادشي اللي عندي كافيني، دونك داكشي اللي زايد قادر نعطيه ولا وقت ولا مساعده، وكلمه طيبه ولا حتى مساعده ماديه. مهم جدا ان احنا تنتكلموا على روح التضامن، انها ما تبقاش فقط حكر عند الكثيرين على شهر رمضان، خاصة تكون العام كامل. وكون اكيد بلي ملي تضامن مع الاخرين انت اول المستفيدين، لان الحياة وكيف ما كانوا نجاحاتك فيها باختلاف الدرجات، انك تمشي مثلا لدار رعاية ايتام ودي ولادك يشوفوا هذوك الوليدات، غتكون ممتن تا ولادك جميع الاشياء اللي عندكم في الحياه. والامتنان كيولد الرضا، والرضا كيخلي واحد الروح طيبه عندك، وكتكون مؤمن باللي انا فاش غنضامن مع الاخر بكيف ما كان شكل تضامني معاه، هذا يعني انني خاسر، بالعكس انا غنكون ارقى، غنكون افضل، وغنكون في احسن حال. يعني في الاول ولا في الاخر انت اكبر المستفيدين من روح التضامن اللي تتعيش فيها. شكرا لانكم تابعينا. نتكلموا تغذيه هذه المره، استهلاكنا للحوم الحمراء والبيضاء تتزاد كيف ما استهلكنا بزاف ديال الحاجات خلال شهر رمضان. فين كاينه اخطائنا الغذائيه؟ مجموعه من النصائح رفقت دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي التغذيه. عرف اش تاكل. دكتور رمضاني مرحبا من جديد. الاستهلاك ديالنا الكثير من المواد الغذائيه، تنشهاها النهار كامل، تنطيبوا بزاف، تتكون القضية ماشي تلهي في الماكلة ديالنا. وتنعرفوا باللي استهلاك اللحوم الحمراء سواء والبيضاء، كنا تكلمنا في حلقات سابقة ومواسم سابقة باللي كيخصو يكون واحد الاستهلاك معقلا بزاف. اشنو كيوقع في استهلاكنا لهذا النوع من اللحوم خلال شهر رمضان؟ هي كيف ما ذكرتي، للأسف في شهر رمضان اللي خاصنا الصحة ديالنا تمشي مزيان، اللي خاصنا نستافدو مزيان، بالعكس حنا كنجيبو حتى هذيك الوقت ديال الفطور وكنخسروا كاع داكشي اللي استفدناه ملي كنا صايمين. الحلاوي، الليدان، وكنزيدوا حتى اللحوم. اللي كنهضروا على اللحوم، كاين هاد اللي مشهور دابا في اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء، ولو ان هذا في حد ذاته راه واحد تقسيم ماشي صحيح، تقسيم ماشي يعني ماشي. ملي كنقول اللحوم البيضاء بزاف كيقول لك انا كناكل غير اللحوم البيضاء، راه ماشي مضره، هي راه لحوم
هي لحوم اللي شنو المميزات ديالها؟ هي فعلا مصادر مهمه ديال البروتينات، ولكن ماشي غير بوحدها، راه حتى العدس، اللوبيا، الحمص مصادر ربما ديال البروتينات احسن منها. غير هي فيها البروتين الاحماض الامينيه كامله، مصادر مهمه كذلك ديال الحديد، من واحد الحديد اللي هو اورغانيك، واحد الحديد اللي دغيا كيتم الامتصاص ديالو، ولكن حتى هذاك الحديد الكميه ديالو الكثيره اذا كنا كنستهلكوه كثير، عندنا دراسات تبتات على انه من بين المواد اللي ممكن تقدر تعرضنا لبعض السرطانات، يعني الاستهلاك ديالها خاصو يكون محدد بزاف. كذلك هي هذه معروفه، هي مصدر مهم ديال الفيتامين بي 12. اما الحويجات الاخرين، لا املاح لا الفيتامينات الاخرى وداك الشيء، فنقلبوا عليها في الخضار، في الفواكه، في عدس، في اللوبيا، في الشعير، في الذره، في الزرار، يعني كون في ماشي في اللحوم. وداير ملي كان في شحال هذه زمان اللحوم كانت استثناء، كانت واحد مره في الاسبوع، يعني فاش كنا كنجيو كنشوفوا كنلقاو 250 غرام في الأسبوع للشخص هذا على أقصى تقدير. كنت أن الناس في صحة جيدة لأنك تستهلك كميات كبيرة يعني من المواد المهمة. فشحال ما كتستهلك لحوم أكثر بالأنواع ديالها كاملة، نقدر نستثنوا الأسماك. واخا الأسماك اللي عندها الشوك هذيك نقدر نستثنيوها. علاش؟ لأنها المنافع ديالها أكثر. المغطي لاش عاود عيدنا النظر في الطريقه ديال الطهي ديالها. الطهي ديالها اكيد. اذا كما ولكن ملي كنستهلكوها بزاف كنعرضوا ريوسنا، اولا كما ذكرت احتمال كبير ديال واحد مجموعه من السرطانات، خاصه الا خديناها يعني الطريقه ديال الطهي. بعض المرات كناخذ اللحم وكنقدر نزيد معاه واحد لي صوص، هذوك لي صوص تما كيقدروا يكونوا ادام، يعني كنولي واحد العدو، واحد الحويجات اللي كيقرروا المشاكل ديال قلب الشرايين، سرطانات، داء السكري والمشاكل الصحيه. واخا دكتور رمضان، كاين الناس تيقول لك انا في الفطور تنبغي ديريكت ندخل ناكل لحم، ما كنديرش تقديم. واحد الجسم اللي صايم سوايع طويله غتجي غتعطيه اللحوم سواء كانت حمراء او لا بيضاء، وقلتي بطريقه الاخطاء اللي كاينه في طريقه الطهي، شنو غيوقع ليه؟ واش كيكون ان ايتا دو شوك؟ لا، حيت الدات ديالنا ثقيله، تصايم النهار كامل. اشنا هو الاستعجال؟ الاستعجال هو السكريات خاصه بهذاك البطيئه، والسكريات بطبيعه الحال من نوع جيد، ربما واحد النسبه ديال السكريات السريعه، وهادشي علاش منصوع. وحنا هذا هو اللي كنداو به، التميره ولا جوج ولا ثلاثه، هذوك التميرات غالبا بحكم حتى المكونات الاخرى اللي معاه كتمشي ديريكتومون كتغذي الاعضاء ديالنا، العضلات ديالنا، الجسم ديالنا، الانسجه ديالنا كامله. من بعد من هاد ديالنا كتحتاج واحد الكميه ديال الماء، واحد الكميه ديال الفيتامينات، واحد الكميه ديال الاملاح. من بعد على حساب النشاط اللي حنا قمنا به كتحتاج بروتينات، وكما ذكرت بروتينات ماشي هي اللحوم، ماشي هي اللحوم بالانواع ديالها كامله. وشحال ما كثرنا باللحوم بالعكس كناديو الدات ديالنا اكثر ما كننفعوها، حيت الا كما ذكرت استثنينا البروتينات، ما نساو ان ديك اللحوم بالانواع ديالها كامله، خاصه الا بغينا نمشيو بعيد وناخذوا بعين الاعتبار حتى العلف ديال هذيك اللحوم، حيت راه العلف ديالها راه كيأثر على جودتها بطبيعه الحال، لدرجه انه نقدروا نقولوا انه كاين بعض الانواع ديال العلف الا خلينا هذاك العجل ولا هذيك البقره ولا هذاك يكبر اكثر، حتى هو غيبدا يعاني من داء السكري والضغط الدموي، حتى هو غيبدا يعاني بنفس المشاكل الصحيه، لان تغذيته ماشي سليمه، لان تغذيته غير صحيه. اذا هذيك التغذيه ديالو حتى هي كتقدر تاثر علينا. شحال ما كان سارحه مثلا، كنهضروا على الغلمي، كنهضروا على المعزي، كنهضروا حتى البقري، حتى هو الدجاج كذلك، شحال ما كان سارح، شحال ما كيكون كياكل اعشاب نباتات، شحال ما كيكون النوعيه ديال اللحم ديالو تكون بنينه دكتور، وبنين. واكثر من ذلك حتى ملي كيكون العلف ديالو هكا كيكون اقل تاثير على الارض ديالنا. وشحال ما كنا حنا كنستهلكوه اكثر، شحال ما كنستهلكوا اكثر واحد الحويجات اللي خاصها تصنع بزاف، اللي هي العلاف وداك الشيء، واحد الاندستري، واحد الصناعه اللي هي مضره ملوثه كذلك، وكتضر حتى الارض ديالنا. واخا دكتور رمضان، استهلاكاتنا من اللحوم بصفه طبيعيه شحال من مره في الاسبوع خلال شهر رمضان، وشحال الكميات المنصوح بها؟ هي احسن حاجه اذا بغينا نستغلوا الشهر رمضان يعني هي نخلي الفوائد ديال واحد مره في الاسبوع،
مرة في أسبوع شحال كمية؟ مرة في واحد الأسبوع إلا مشينا واحد الرابعه مثلا في كل شخص راه كميه مزيانه نقدروا كاع هذيك الرابعه نقسموها على جوج المرات. يعني هذا هو احسن معدل نقدروا نمشيو فيه. ما نهضرش على الاسماك، الاسماك ناكلوها يوميا خذ راحتك ما كاين حتى شي مشكل. دكتور رمضاني، طريقه الطهي السليمه المراعاه اننا صايمين ساعات طويله وبلي خاص الجسم ديالنا يستفد من تغذيتنا، نتفاداو مثلا بعد مرات كنقدروا بعض الناس كنقدروا بعض المرات يدار فيهم دي صوص اللي كيكونوا هما اصلا مدمنين، نتفاداو القلي ديالهم. يعني احسن طريقه كتبقى ديالهم الشاي ديالهم التبخار ديالهم احسن طريقه، لما لا الفران او لا طاجين طاجين البلدي او لا حتى القميله ولكن طيبه بالطريقه القديمه تقليدية. يعني هنا كتكون طرق ديال الطهي اللي هي صحيه واللي غتخلينا نستافدوا حتى من الحويجات اللي حيطين بداك الحيمات، ونحاولوا ما امكن ان احنا نتفاداو وجبه اللي فيها اللحوم بوحدها دائما باش نكملوا التغذيه ديالنا تكون حاضره معها الخضر ودائما نعقلوا على ان دائما انا راه محتاج بروتينات. البروتينات المصدر الاساسي ديالهم راه هو التنويع، راه ذكرنا الدجاج اللوبيا الحمص، وغالبا هادو حويجات اللي في هذا الشهر المبارك حاضرين بقوه في الاطباق. الاشخاص كاين اشخاص تيقول لك انا كنبغي نتسحر بواحد الوجبه تشد ليا وتندير مرقه ولا اللحم ولا تناكل لحوم باختلاف انواعها، لاشنو خطر اللي كيعرض راسو ليه؟ واش غتشد ليه نيت؟ هي على حسب الطريقه ديال الطهي ديالها. مثلا الا كانت مثلا فيها لدم بزاف ميد ما بزاف طبيعه الحال كيكون واحد العشر ديال الهضم اللي غيقدر يصحنا واحد المده زمنيه معينه في النهار، واحد 3-4-5-6 سوايع وحنا كنحسوا بداك المعده ديالنا متقله وداك الشيء، وهذا ماشي هو الهدف من الصيام. ولكن اللي نبغي نشير ليه بويسكو هضرنا على السحور، نحاولوا ما امكن ان احنا نتفاداو الشرب المفرط ديال الشاي والشرب المفرط ديال القهوه خاصه في هذا التوقيت هذا، نظرا لان هذه المكونات هذه معروف عليهم لانهم مضرين للبول، معنى انهم الجسم ديالنا كينجف يعني كيبدا يفقد واحد الكميه مضافه ديال الماء، الشيء اللي كيخلينا داك العطش كيقدر في بعض الاحيان يفوت القياس ديالو. شكرا لك دكتور رمضاني. مشاهدينا الكرام، التوازن في علاقاتنا الانسانيه والاجتماعيه وفي تغذيتنا هو السر باش نعيشوا حياه سليمه. نتمنى انكم في كل مره تكونوا كتستفدوا وتستمتعوا برفقتنا، احنا شرف لنا رفقكم دائما على القناه الاولى. ولتذكير فقط صفحاتنا تظهر لكم اسفل الشاشه. مرحبا بتفاعلكم معنا، حلقاتنا مازال كثيره نرافقكم فيها على القناه الاولى. تبقوا على خير.